في حلقة جديدة من هبد السبت بعد التجديد. أنا أحمد العطار، وهقدم لكم البرنامج اللي هيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا أول حاجة هتيجي في بال كل الناس اللي كانت متابعة هبد السبت قبل كده هو السؤال بتاع إن هو ليه البرنامج قاعد كل ده من غير ولا حلقة. صراحة والجواب بمنتهى البساطة وقلته قبل كده إن مفيش فلوس ولا في وقت. أيوة مفيش فلوس ولا وقت، وده خلاني أشتغل طبعا كتير عشان اعرف اجيب فلوس، يا اما كنت اتجه للنصب او السرقه او بيع الاعضاء او بيع الشرف واتفر بقى الحاجات اللي احنا ايه ربنا يحفظنا منها يعني. فكان لازم اشتغل ولازم يبقى في وقت اضافي للشغل عشان اعرف اعيش، وطبعا عشان الوقت ده فكان هياثر على انتاجيه البرنامج وكان هيخلي الحلقات تتاخر. واكيد اكيد دلوقتي هتقولوا لي طبعا طالما ان الحلقه طلعت هتيجوا تقولوا اوبا ده يعني كده الحلقه طلعت وبكده الاشياء بقت معدن وال يعني الظهر لعب. هقول لكم للاسف برضو لا. ده من قله الشغل بدات ابقى فاضي وعملت الحلقه. وثانيا في نقطه كده عاوز اشرحها، ان الدنيا كلها ضربت بالفيروس اللي هو كوفيد 19 ده، فطبعا يعني ما بقاش انا، العالم كله بيمر بفتره صعبه من فيروس كورونا وكوفيد 19، ويبقى في فرصه ان انا اقدم برنامج فيه ضحك وهزار وكده يعني. اكيد في ناس اعرفها هتلاقي يا اما خايف يا اما حد متصاب او تعبان، بس يعني فده اللي خلاني اكن شويه في موضوع الهزار والضحك وكده. هتيجي تقولي طب انت دلوقتي يعني طلعت برضو بتهزر وبتاع، اقول لكم والله بقى بصوا يعني انا احنا يعني هي جملة كده بتتقال ساعة المصايب وبتبرر بيها أي حاجة، لكن قشطة يعني محدش شايف حاجة. المهم إن أنا رجعت الحمد لله، وربنا يعفو ويحفظ الناس كلها، وخاصة إن بقى في دلوقتي بقى في فاكسين إن أنت تقدر يعني تاخد اللقاح وتطعيم وكده، وإن شاء الله ربنا يحفظكم. وأكيد أنا يعني أول واحد لازم يعني بريكومند او اللي انا يعني بنصح ان انت لازم تسعى الموضوع بتاع ده ما تتسهلش. في حاجه بقى تانية بالنسبه للبرنامج دلوقتي، هو هيبقى برنامج يعني من ده على ده عشان نبقى في النور، يعني هيبقى نصه هزار ونصه جد، لكن هل هو جد؟ لا. هل هو هزار؟ لا. يعني هيبقى في معلومات بسيطه كده بس هتاخدها بشكل لايت، اللي هو محدش ايه يعني يتضايق او يحس ان احنا رخمه او ان احنا بنرخم على حد. وان شاء الله البرنامج يبقى بسيط وربنا يستر وايه ما نتحدفش بالبيض. واخر حاجه بقى ان احنا يعني ان شاء الله هيبقى بالشكل الكرتوني اللي انتم شايفينه ده، بحيث ان هو يبقى فيه يعني فيه اوبشنز وفاسيلتيز احسن ان احنا نقدر نقدم المعلومات ونقدم الشكل بشكل اوضح، ويبقى فيه فرصه ان يبقى فيه شرح ويبقى في انيميشن وكده لشرح يعني تشرح للي بيشوف البرنامج المعلومات اللي هتتعرض. شكرا ونشوفكم الحلقه الجايه. باي.